هل لما كانوا عندنا في الحلقة كان في علاقة حب واحنا مش دريانين؟ قال لك ايه مش بتاع جواز وانا مش بتاع جواز. العيد والعريس بيتجوز. طلع بتاع جواز. ده اخبر منى الشاذلي بكل شيء. عز شهوان وجيلان علاء. كنت قاعد هنا بالظبط وانا كنت قاعده هنا. انا كان خلاص. اكيد في حاجه هتحصل. بص شوف مين يا وادي. كانوا موجودين هنا. بحبك. قبل من ايامي يا احلى من احلامي. المطرب التونسي محمد الجبالي. اكيد ده فيها مكيده. يا حبيبي يا بيبي بعد تلك الحلقة اللي طلع بتاع جواز خليتيه يغني الأغنية دي. يا حبيبي اسمعني أنا عايش بس أسمعني. بعد الجواز بقيت طباخ معتبر. لا صباح ولا مساء ولا كلمة كويسة. أنا كان مالي ومالي الجواز والنيلة والهباب ده. اكتشف إن في فيديو نزل. سوري. نبارك ونهنئ العروسين والعائلتين وبالرفاق والبنين لعز شهوان وجيلان. وإنت إنت إنت عمري.